هل يجوز للمرأة أن تسافر في عصرنا الحاضر بواسطة الطائرة لوحدها، علما أن شروط أمن الفتنة متوفرة بسبب وجود من يوصلها إلى المطار ويستقبلها في المطار الآخر، علما أن أبعد مسافة تقطعها الطائرة بساعات معدودة، بمعنى أن الطيران متواصلا قد لا يصل إلى يوم أو يومين؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء في طائرة أو على سيارة أو على دابة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها محرم. وهذا عام، هذا نص عام لكل زمان ومكان ولكل الأحوال، فما دامت أنها ستسافر فإنه لا بد لها من محرم عملا بالحديث الشريف. وأما قولها إن الطائرة تؤمن فيها الفتنة فهذا ليس بسليم، لأن الطائرة يعتريها ما يعتريها من الأمور التي تعطلها عن سيرها، وقد أنزل في مطار غير المفروض من الخلل. المرأة بحاجة إلى محرم يكون معها يتولى شأنها ويحافظ عليها. ثم هي في الطائرة أيضا معروف أن الطائرة موزعة على مثلا مقاعد، وقد يجلس إلى جنبها أجنبي عنها غير محرم لها، ولا يتركون لها مكانا تختص به لا يجلس معها غيرها. فالحاصل أنها قد تكون حالة الطائرة أحوج إلى المحرم من غيرها، لما يعتريها من العوارض ولما يحصل فيها من الاختلاط ولما ينشأ من طول المسافة والسفر من الحاجة إلى المحرم. ولا يكفي أن يؤديها محرمها المطار ويستقبلها المحرم الآخر في المطار الآخر، من الذي يؤمن لنا أن هذه الطائرة ستستمر من المطار الذي قادرته إلى المطار الذي تقصده؟ نعم، إذا قول الرسول في الحديث مسيرة يومين يعني ليس المقصود التقيد بالزمن بل بعلة الحكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم عام، مسيرة يومين يعني باعتبار المشي الأقدام وسير الأحمال، نعم، سواء قطعه بمدة طويلة أو بمدة يسيرة، لا يقدر بالزمن وإنما يقدر بالمسافة. نعم، يقدر بالمسافة، أما الزمن فيختلف اختلاف وسائل النقل، نعم، قد يقطعه في ساعة وقد يقطعه في أيام أو في شهر أو في أشهر، هذا لا يعلق به حكم طول، يعني طول السير أو مدة السير طولا وقصرا لا يتعلق بها حكم، وإنما يتعلق هذا بالمسافة. نعم، أحسن الله إليكم.